السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. نسأل الله أن ينصر قواتنا الشعب المسلحة ويشفي كل مرضى، وعوضا حميدا لكل مفقودين سالمين إلى أهلهم. جئنا لكم بفيديو جديد مع راكس الانصرافي، فيديو جد جميل ويتكلم عن المخطط الجديد للحرة والتغيير، وجد كده الشغل الماشي في الجزيرة دي والهدف منه شنو. كلام جد جميل وفيديو جد مفيد كده. رقم نادر فيديو اول طب بعدين يناقب معاهم يجي يقول لك والله يا اخي التلفزيون السوداني يستضيف المواهيم والبرهان يستضيف الفنانين والجزيره تستباح. قال الكلام ده واحد قحاتي قاعد في دبي، كل انجازاته في الثوره طلع كورك كفته في جامع، طلع كورك كفته في محل. طيب هو زول ما شاء الله وقاعد للصواطه، يا اخي انت وقت بالصوت ما تركب الجزيره دي تيجي تشيل لك كلاش. في الجزيره ما داير الرجال يثبت ولا شنو يا اخوان؟ موضوع الجزيره شنو صرفة؟ راجل يركز بس، ده كل الموضوع، كل الموضوع. ها؟ بس كل الموضوع، راجل يركز. في راجل راكز ما عنده سلاح، وفي راجل ما راكز، وفي راجل راكز وعنده سلاح. انت داري يا تفهم، الجزيره بتتحل مشكلتي انت ويا واحد فين؟ البرهان يستضيف في المواهيم، الكلام اللي قاله الانصرافي من التلفزيون بتاعكم ده فتح 56 ما اتقال. هذا امشي جيب كلامي اللي قلته ده الناشونال تي في، بعدين سبحان الله عشان تعرف الناس ما عندهم مخ. السبيع الحمدابي امس قال بيعمل دعوه كده، فقام قال الناس كلها تيجي تعمل هجوم على صفحه التلفزيون القومي عشان نضرب اللايف. ليه تضرب اللايف السبيع الحمدابي؟ ما انت تخلي العالم يشوف الانصرافي ده هل هو كيسه فاضي؟ هل عنده حجه ومنطق؟ هل الزول ده بيتكلم فعلا صوت حق زي ما الناس بتقول؟ يمثل الدوله؟ يمثل الشعب؟ ولا ما تفضحني؟ انت جاتك الفرصه السمحه، جاتك الفرصه انه انصارك يتعلموا، ناسك منتظرين انك تيجي تجيب لهم حجه قويه. الليله صرفه حيقول شنو؟ حيتكلم عن تقدم، احنا نرد عليه. انا كنت اتمنى انك تقول والله حنرد، قال لهم تعالوا سريع سريع نمشي صفحه التلفزيون القومي نضربها في الفيسبوك عشان نضرب اللايف. حلو، انا افهم الديمقراطيه دي وانك صوت، بس المشكله شوف عشان تعرف الفرق بيني وبينهم. ما انا بوريك انه الناس حنتصر عليهم، امكانيات فرق السرعات بس. ما شاء الله تبارك الله خمسه وخميس عليه، يعني هو في يعني قال لا يضرب الصفحه حقت التلفزيون القومي يبلغ في اللايف زي ما يبلغوا في اللايف. انا امبارح استضافوني في التلفزيون القومي، التلفزيون ده اسمه اختصارا تي في، ده عنده جهاز براو ما بيبس في التلفزيون، التلفزيون ما بيبسوه في تلفون وبيبسوه في لابتوب وبيبسوه في كمبيوتر، التلفزيون ده اسمه جهاز اسمه التلفزيون، وسيله بثه مختلفه ما بتقدر تضربها الا بمسيره، ما لايف بتخش وانت في صفحه الصرفه تضربه. ده بوريك قصور فيك فهمك، ما انا بوريك انه الدعم السريع هيتبلى ليه؟ لانه اعلامه اللي بيقوده زيك ده يجي يقول لك المرعاع وما المرعاع، ما قادر تفرز بين صفحه في الفيسبوك بتشتغل بالنت وتلفزيون ده الجهاز عنده جهاز ارسال. انا صوتي كان بيبث عبر الارسال. اتهمت الحريه والتغيير بالخيانه، بدل جمهورك منتظرك تيجي تقول لهم المذيع كان بيستقبل فيه وبيسلم عليه وهسي عليك الله عين المهانه، مهانه انه اكثر من لغمان، المذيع مجرد البش مذيع لغمان، ده كان مدير تلفزيون قومي يحق السودان. فيصل محمد صالح وزير اعلام، التلفزيون ده كان بيستضيفكم انتوا الجايين بشعاركم مفلفل وما عارف عامل الدنيا تذكروا الزول اللي كان لاف في له كدمول ده في راسه ده كان لاف في يا اخي ده حاجه بطاله خلاص شايل له بوجه. المناظر دي ما بتذكر، انا مواطن سوداني من حقي اجي في التلفزيون زي ما حق اي زول في السودان يجي في التلفزيون، ده ما حد زول اسمه التلفزيون القومي بالدستور نجي فيه والبيمنعك يتبلى تجي تقول عن رايك. ده اللي احنا اللي بنواجه فيهم وده الاعلام اللي بنواجه فيه. طلعنا اتكلمنا عن الجزيره وخاطبنا مجلس السياده وخاطبنا القياده العام للقوات المسلحه وخاطبنا البرهان وخاطبنا القوات المسلحه هناك والمقاومة الشعبية ودعينا انه الناس تمشي تتسلح وهددنا القيادة العسكرية قلنا لهم ما بسلح المواطنين وبكره جايينكم الناس المناقل في المناقل جايينكم الناس وحشرف على المسألة انا قلت لهم لو ما سلحوكم يتبلوا القائد والكلام ده قلته في لايف في 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 التلفزيون مباشر في تلفزيون قومي ده كلام يتحاسب على الجيش ويتحاسب عليه ويتحاسب على التلفزيون نفسه وتوجه الدولة. يجي واحد طوالي بعدين يقول لك الجزيره تنزل فيتو عاملين فطور وبازار، اه بنعمل فطور وبازار، اي نعم، ما خلاص احنا صايمين وقت الفطور ناكل يعني ولا نعمل شنو؟
لا لا يعني انت داري نحس واحدة اسمها الاهل قبيلة كاتبة ليه حبيب البرهان ما اشوف الجزيرة. لا ما بشوف الجزيرة، بعدين انا ما حبيب البرهان، البرهان هو حبيبي، ما صرح بالحاجة دي، لكن انا بصرح لك وبوريك انت وبوريه هو ذاته البرهان. اسمع انت كلامي يصلك ويتعداك، انت وهو، انت والبرهان، انا البرهان هو حبيبي، انا ما قلت لك انا حبيبه، ما تعمل لي فيها ظريفة ولطيفة، وانت شايف الجزيرة تنزف، ما تيجي تدينا من دمك ده وتضايع ساي بلا فايدة، ما تيجي تدينا دم بنا ابنا ابو دمك ده كبلين هنا في بورسودان بنرسله مدني ما بطل. تعالي بورسودان ادينا دم، راجلك وين؟ شغال بصرف، ما هو في الجزيره دي في رجال واقفين تجردوا للقتال، ولا هم ضباط ولا عساكر، والضباط والعساكر حسب الاحتياط المركزي السنه دي كلها ما ادوهم مرتبات، ما ادوهم مرتبات، حتى حافز العيد ده ما ادوهم. طلعنا هنا تكلمنا مع القياده حقتهم، ادوهم مرتبات يا اخي، ما خلاص ده برضه فاقد مرتبات، ولو زوجك في الخليج اللي بيصرف عليك بيدوك حق النت عشان تطلع تقل ادبك، الجزيره تنزف، ما شايفينها احنا بتنزف، ما احنا عارفينها دارين نحلها، الكلمه بتاعتك دي ما بتديني حل، ما في خيار حسي. انا شنو يعني الجزيره بتنزف؟ انا اعمل شنو حسي؟ تفضل اديني مقترحاتك، ما تشوفوا زولكم، نشوف زولنا منو ونشوفوا كيف، وليه ما تشوف زولنا دي انت؟ ما تشوف زولنا دي انت، ما تكتب له البرهان ده ما قدامك بدل قله الادب والتطاول، ده تورونا شنو انتوا يعني؟ ما بتتحل كده القضيه دي. تعالوا بالراحه داري الا احنا اخواننا قاعدين نساهم في الحال ونقدم مقترحات وبنسعى فيها. اللي بتطاول عليه يقول لي يا اخي والله جابوك في التلفزيون، المواهيم بيستضيفون في التلفزيون، انا المقاومه الشعبيه في السودان انا اللي عملتها. الاستنفار الحسي انت بتتحامى وراه في ولاد، انا اللي عملت الاستنفار، انا اللي عملته، خط الجوله دي وامنته وحرسته وحصنته. الاستنفار كل يوم كان بيتكلموا فيه بيقول انه ده الارهابيين ودواعش، انا كنت بطلع بالصدى لحد ما بقى فكره واقع، العالم بقى الان ما قادر يعمل معاه حاجه. تيجي تقول لي احنا قاعدين انت تعمل لنا الرئيس وتجيبوا لنا واحد يطلع يقول لك يا اخي ده بتاع المبادره ظهر تاني، يا بيبي انا خدت لك رقم مبادره حسي، انت قاعد تحول لي قروش، فاتح 6 مبادرات في اليوم، ما حصل مره خدت لك رقم تحويل، ما قاعد اخدت لك رقم تحويل، يجي يقول لك بترزق منها، ترزق كيف وانا بدفعها يا اخي؟ تعامير ولا انتوا شايلينها معي ساعه يعني الموضوع ده يعني؟ طيب تعالوا هنا بالراحه موضوعين، المبادره او المقاومه الشعبيه دي انا اللي عملتها، والاستنفار عملته يعني احنا فكيناه، خلينا لكم، صارعونا فيه جهات كثيره قلنا لهم امسكوه، احنا ما عندنا معاكم شغل، قاعدين نتفرج عليهم. الليله تفاجأ انه المقاومه الشعبيه تمشي بورسودان تعقد المؤتمر التاسيسي حقها، تعين ازهر المبارك وتعين تيريك في القياده حقتها. اول حاجه السلام عليكم، تيريك ده زول قائد ما في 2 3، دي ما حتته، لكن دي ما حتته. ازهر المبارك ده زول بذل ماله ودمه لاهله، الزول ده مشتري له فوق ال 700 عربيه للقوات المسلحه والمقاومه في الشمالي. ده الراجل دكران كلس اسد فارس شيخ قبيل ما في كلام، لكن مساله تسييس المقاومه الشعبيه انا ما بعاين بعيني، داير اشوف اقصى حاجه ممكن تعملها السلطه شنو. كلمتكم قبل كده قلت لكم حيسيسوا المقاومه الشعبيه وحيسيسوا الاستنفار، دخلوا المستنفرين فتره قالوا ما بنسلحهم، قاعدين نقاتل في البرهان احنا كنا لحد ما سلحت المستنفرين ونزلوا الميدان وخاضوا المعارك، لكن برضه في النهايه تمت عسكرتهم، العقليه اللي قعدتهم وساقتهم عسكر، ما هو جاي يقاوم ما دار سيطره. هسه انا الليله بنتكلم عن المقاومه، شايف المقاومه ده حصل لها شنو؟ تسييس، ما بتتكلم عن تسييسها صرفه، المقاومه محتاجه كنترول يا اخي، تفكوها زي ما قال السيد الكباشي، كلامك صح طبعا. المقاومه الشعبيه ازهري ويا تيريك اتعملت لهدف، الهدف بتاع حمايه والفزع. يعني انت من الشماليه يا ازهري لما تقود وفد بتاع مقاومه تمشي تلاقي جبال برهان في بورسودان عشان تقعد معاه وتجيزوا المؤتمر التاسيسي حقكم، المقاومه اللي جابتكم دي وادتكم اسماء دي هي اتعملت عشان تمشي من الشماليه مدني ما بورسودان، تمشي للمواطن. ما احنا لو دارين التسييس ده ما هو ده الحكومه قدامكم وهي دي الاحزاب المشاركه الجيش قدامكم ويا هو ذاك مبارك الفاضل قاعد، دي حزاب سياسي عندها وزن، والحزب الاتحادي الجناح الجعفر موالي للجيش قاعد، وذاك مولانا قاعد طيب الجد، دي ما احزاب سياسيه، ما احنا ما عملنا حزب سياسي، مقاومه شعبيه ما مسيسه، ما محتاجه لجنه اشراف وتاسيس، انا اللي عملتها، ما فيكم واحد ذاته تذكرني يكلمني، يبقى معناها مقاومتكم ما مقاومتي. لما ما تتذكر صرفه ولا في واحد فيكم يقول اسمع كذا نشاور الزول ده رايه شنو؟ ما فيكم عمل، يبقى دي مقاومتكم برا، وعليه احنا بنعلم مقاومتنا الليله الجديده، ما عندنا معكم شغله.
ابلعونا ما في مشكله بلعت دي بعدين انت حتكون لي تارجت بالمناسبه. احنا ما عملنا المقاومه عشان نمشي نقعد في مؤتمر، عملنا المقاومه عشان نحمي الاعراض، عملنا المقاومه عشان نمد القوات المسلحه بعتاد ومال، عملنا المقاومه عشان نقيف مع القوات المسلحه تحت قيادتها وقياده قائد الحاميه، ما عملنا لنا جسم سياسي وكيان سياسي. اللي بيعمل في الكلام ده حيتبلع هو ومقاومته بالمناسبه، وعادي بنسحب منكم ناسكم كده، واموالكم كده وسلاحكم اللي جبتوه كده، ما كلمه هي. كلمه حق تتقال في حته بتغير الميزان، انا بعاين لك لكن ده ما الموقف اللي انا راجيه. الليله الجزيره بتنزف والناس بتموت والاعراض تنتهك والقوات المسلحه دايره امداد ودايره سند، احنا بنلقى قياده المقاومه الشعبيه قاعدين اللي في منصه، انا ما احنا ما عملنا المقاومه عشان تقعد في منصه. ولا انت كلام اكثر من الوزراء اللي قاعدين دي، لو الوزراء اللي قاعدين في المنصات دي فيهم فائده ما كانت عملت مقاومه من الشعب السوداني، ولا دفعت فيها اموال الشعب السوداني، ولا قدمنا فيها بناتنا المستنفرات، ولا قدمنا فيها اولادنا ولا ابهاتنا، الناس شالت السلاح 80 سنه شالت لكم سلاح، 90 سنه طلعوا الشوارع شالوا سلاح، طافينا علينا حسي بيدعينوا لكم شهرين، شهرين خشوا معانا في صراع، العمل ده قاعد في تركيا والعمل الولد ده قاعد منه وانا بعاين. اها خليت عليكم عملنا الصفحات صرف ده اصلا الموضوع ده شغال ليه سواطه بتحكي انت بتيجي جم صرفه انت خليتكم ها سو تفضل هدي مدني الله مش رجعها ما احنا عملنا المقاومه رجع بها مدني عملنا المقاومه رجع بها مدرمان ما عملنا المقاومه نقعد مع البرهان نبايعه ما لو ماله البرهان نبايعه بايعينه في شنو البرهان مالك وماله انت انت مالك وماله مبايعه في شنو انت اجتمعنا مع الكباشي وعرضنا عليه الرؤيه، عارضه على الكباشي ليه؟ الكباشي ده بينك وبينه فلتون، سلام عليكم احنا مقاومه السنار يا سعادتك كيف اخبارك؟ فاضل ليله نجيك هاي دارين شنو؟ والله دارين لنا ثلاث اربع حاويات سلاح بتدينا؟ والله يا اخي ما عندنا خلاص ما بضيع زمن امشي الكباشي اقعد ما اسوي في شنو في المكتب. سلام عليكم سياده بران كيف اخبارك ان شاء الله طيب؟ احنا والله مقاومه المناقل. الله يبارك فيك كيف احوالك الحمد لله امور طيبه الحمد لله داري لنا سلاح ما عندنا تكفل في وشه طوالي ما تضيع زمنك رصيدك ما تضيعه في البران ما قال لك ما عندي سلاح داري بشنو انت اظن اداك تصريح قال لك اخواننا اللي بيلم سلاح من الشارع اللي بيشتريه براو يجينا بنديه نمره عسكريه ده علاقتنا مع البرهان في القصه دي انا بفهم المقاومه الشعبيه كده بفهم الاستنفار هسه احنا بنعلن استنفار للجزيره الناس اللي لسانها طويل وبتتفاصح فينا وفي الجيش وفي اسمع هوي من بكره دارين عندنا مجموعه هسه هشغل لكم الفيديو حقهم ماشيين بكره المناقل انا همشي معاهم خطوه بخطوه ماشي تسلحوا في المناقل يتسلحوا ما تسلحوا هيتبلى الجيش والغايد حقهم جوه هناك طوالي ما عندنا اثنين ثلاثه ودي اللحظة الجيش والاستخبارات مفروض تقراها وتستعد لها اللحظة اللي احنا ماشيين معاك وساندينك وداعمينك عشان هدف من تبدا انت تحس انه الناس بدا يصل احساس بتاع انه في ذا بيغفل فيهم وبيخدع فيهم القصة دي في النهاية بيكون ردة فعلها سيئة جدا طبعا ردة الفعل سيئة جدا الفكرة بتاعت انك تتطاول على الجيش او على البرهان وكده بيتحركوا ما الجيش ما بيتحرك كده الخط ده ما تمشي فيه ده خط الحريه والتغيير والخط بتاع الدعم السريع والخط بتاع الحاقدين الجزم العملاء انه بيقوم على انه يفصل وجدانيا بينك وبين الجيش ما تخلوا الحاجه دي شاكل مع البرهان جوا الميدان شاكل مع الجيش جوا الميدان اعرف انه انا جوا الميدان ولا برا الميدان كيف لما تكتب شكوتك بتكتب تخاطب بام ما فهمنا انا بوريك حسي انت تخاطب منه انا هسه قاعد اخاطب البرهان والله الجزيره برهان دار تحرير ما 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 قلت واناشد المنامة أنا ما أبغى أناشد المنامة للبرهان وأناشد الأمم المتحدة للجيش ما بعمل كده إحنا بنخاطب جوا هو اللي بيحل البلد واللي بيحل المشكلة الشعب السوداني والقيادة بتاعت القوات المسلحة بس أنا ده اللي بعرفهم والعمل صح يا أخواننا يصلحوا أنا ده اللي بعرفه ده شعار في الدنيا العمل صح يصلحوا وإحنا يا أخواننا مرينا بفترات أصعب من دي بكثير فترة إنه البلد دي اتفتنت والقوات المسلحة اتفتنت والشعب اتفتن الناس قالوا ما دارين البرهان قلنا لهم خير ادونا زول بدله قالوا كتار الجيش ده والد قلنا لهم خير جيبوا قالوا لكن الطريقه ان نجيبه بقى كيف قلنا لهم دي ما المشكله انت دار تغير البرهان كيف بانتخابات في نص الحرب قال تعمل انتخابات مستحيل بانقلاب طيب ما انت عامل انقلاب الدعامي ما عامل عليه انقلاب يبقى انت ماشي في خطه اعتراضك على تعالوا نقوم البرهان في الناس اللي بيطلعوا هسه عاملين فيها مثقفين ويهينوا في البرهان وفي القوات المسلحه والطاولة على الجيش والطاولة على اي رمزيه الان في المرحله دي بيفتكر انه كده بيعبر انت يا اخي اقطع علينا تذكره تعال برصدان احنا والله يا اخواننا اللي ما قادر يشيل سلاح عندنا مطبخ الجيش والما بيقدر يخش المطبخ اخواننا عندنا الذخيره عبي لنا الدوشكات دي دوشكه اي حاجه ممكن تساهم بها وتعال عندنا مبادرات اطعام وسقيا اخدموا الناس
لكن ما تقعد لنا في المرخامة بيضة ولا قاعد في الامارات ضاربك كنداش يا اخي. اسال بالطاوله وكاتب المنشور ده، والله سكران في شيشه واحد مصوره لي، انا من البوست بتاعه ما شفت تصوره لي، قال لي ده اسم منبزك ومطاول على البرهان والجيش، وهو هداك في رمضان سكران في شيشه. تعال يا اخي شيل سلاح، اي زول اخواننا من الحريه والتغيير نديكم كتيبه نسميها باسمكم، نسلحكم نسلح احسن تسليح، تعالوا اعملوا حاجه ما دارين يعملوا. طيب يا اخوانا دي طبيعه المعركه، انا ما محتاج اشرح لك طبيعه المعركه، في حاجات فيها تاخير، في حاجات فيها ضغط، في حاجات فيها تضحيه، في حاجات فيها تحمل. ما هو ده حس القوات المسلحه، لو المعركه دورت حيستشهد، ولو ما دورت الان يهتك عرضه. الجياش السوداني ده هسه دي بيسمع فيني ده قاعد في المناقل ولا قاعد في تخوم الجزيره ده، المعركه بكره لو قالوا تعليمات الجيوش تتقدم اول حاجه حيموت حيستشهد. قعد هسه بيسمع في اللايف ده وبياكل له في بلح وموي وبيستعد للمعركه دي، لو ما قاتل او استشهد بيكون بيسمع في اللايف ده بيلقى بيفتح الميديا بيلقى الناس بتهتك في عرضه وطبعا في ظهره، خونه جيشكم باع قاعد في المناقل باع كيف يعني؟ وما ساكن المناقل، لكن ده جايك من كوست مخليها، ده جايك من الشماليه، ده جايك من الخرطوم، جايك من مين ام درمان دي؟ باع كيف يعني؟ جيش باع كيف يعني؟ قيادته ما تبيع القياده، انا مالي ومال القياده. انا لو را انا لو قابل براي القياده والشعبي راضخ لها، ما كانت في مفاوضات واتفاقات وفي اطار، الناس رافضه الكلام الفاضي بتاع سيطره. السيطره دي يا اخواننا الموضوع ده انتهى زمان، ما في زول مسيطر عليكم، ما في زول مسيطر عليكم، كلها اقدار حاجات بتمشي. يا اخي احنا عندنا حاجات داري اجابه، وين التحقيق بتاع احمد الطيب؟ دخل له عفيه ولا ما عفينا؟ وقته بيجي في حاجه احر شويه كده. السلام عليكم جيش، كيف اخباركم؟ حاسس انتم محاصرين الجزيره، محاصرين هنا الكدر والإشارة وحطاب، محاصرين الدعامة والمصفى، شغل بتاع كهنة كبار. ليه الجيش ما ضرب الكوبري بتاع حنتو؟ التحقيق بتاع أحمد الطيب ده ما أخطر يا صرفه، بوريك التحقيق ده أنساه. ممكن الجيش في النهاية تضح إنه ما كان عنده طلقة ذات، وارد ده أنساه. الطلقة حسي فيه والمسيرة فيه والطيارة فيه، ما ضربت الكوبري بتاع حنتو ليه؟ ما تقول ليه البنى التحتية أغلى من قيمة الإنسان؟ دارين تستخدموا الكوبري ده في خطة عسكرية؟ أتفهم الحاجة دي، على الأقل ألقاك يا إما محاصر مدني داخل حنتوب ضارب الكوبري بتاع رفاعة، عامل ليه عملية استراتيجية. لكن الدعم السريع حسي زي ما خش مدني زي ما هي. أنا هنا أتساءل، الجيش يتساءل، الجيش في الشارع يتساءل. سلام عليكم جيش، كيف أخباركم؟ صرف الليلة في انتهاكات، قفل أصبر أمشي معاي بالراحة. انا الزول اللي بيحل المشكله انت ولا الجياش اللي في الشارع؟ الجياش اللي في الشارع انت ممكن تسكت؟ انا شايف الانتهاكات، انا ممكن تسكت انت تساعدني بالسكات؟ ما تعمل لي شوشره في راسي؟ ما تيجي تتباهى فيني انت تعمل لي مزايده؟ الجزيره وصرفه مشغل لنا قلب السراري، لو انت ابوك ذاته مات انا حشغل قلب السراري، واضحه؟ انا لا زي البرهان مش قال لكم لا استسار وضابط الكليه الحربيه لا يسار، انا لا الكلام ده كله انا ما شغال بيك اصلا، في الكوكب ذاته ما شايفك. أنا بعمل في الحاجة المقتنع بها ومؤمن بها والطريقة الصح اللي أنا بقدر أوصل بها. إحنا بنتكلم على العسكري ده ممكن تهدوا؟ السلام عليكم يا جنابك، كيف أخبارك؟ إن شاء الله بخير. فطرتوا كيف؟ طمنونا، ربنا يتقبل منكم. ربنا سبحانه وتعالى أدى الصايم يا أخي أجر الدعاء ده، وفي دعاء كده كل ليلة خصصوه لك وأنت صايم، مقبول. وعندك مساحة بين الأذان واللغامة، ده شغل تدعي فيه زي ما داير، فما تضيعوا أجركم وما تضيعوا أجر السودان، ربنا يتقبل منكم وأنتم في الصغور يعني. حاملين السلاح وعيونكم مفتحه، وبرضه باخدين فيها اجازه، موضوع العين الساهره والعين لا تبكي، فما ما تنسونا من صالح الدعاء ايها الضباط. ما ضربت الكوبري ده ليه؟ الكوبري بتاع حنتوب ده دارين تسووا به شنو؟ بنى تحتيه حلو. هسه احنا لما نجي في معركه ام درمان والتغاء الجيشين، لولا انه صدرت تعليمات للدعم السريع، انا عامل غمزه، طبعا احنا الكوبري ده ضربناه احنا، طبعا مش الدقير قال احنا ضربناه اهي، لكن الدعم السريع ضربه. المهم فتغيرت المعادله بعديها بفتره بسيطه يعني، وصبر ومعاناه ودموع وردود وفصاحه من قله الادب القحاته، اتلاقوا الجيشين، اتلاقوا الجيشين، الجيشين سلمونا بعد ما تلاقوا المهندسين وادي سيدنا سلمونا 84 موقع استراتيجي في ام درمان، واسترديناه قتال كلها موت، ما في انسحاب، الدعم السريع كان مستبسل. هسه حقت الاذاعه دي انت ما شوف الموضوع ده هين، قاتلين منهم كم احنا؟ مدمرين قوه قدر شنو؟ القوه دي لو كان مرقت من الاذاعه شوف كان سيطرت على كم حته، كانت اغتصبت ونهبت وقتلت وين؟ انجاز. الكوبري بتاع حنتوب ده ما قدرت تضربه ليه؟ انا قريت الفرمان بتاعكم ده،
والكلام ده قاله العميد بتاع واحده من الحركات المسلحه، قال الفرمان بتاع انه في حاله الطوارئ في مدنة المفروض يحصل شنو، من ضمنها اتكلم عن الكوبري ده، وانا كل مره بتكلم عن ضربه الكوبري. قال لكم تضربوه في المكان الجاف مع اليابسه هناك، تضربوه ده قالوا صيامته سهله، بس تقطعوا زي القطعه اللي حصل حسي بتاع الشنبات. ما عملتوها ليه؟ ما عملتها معناها انت ما حتقطع الامداد عن الدعم السريع في مدني، ما قطعت الامداد عن الدعم السريع في مدني، بقدر اعمل شنو؟ تبديل القوه. مشكله الدعم السريع انه عندهم قلق، الناس اللي عندهم كك في راسهم ما بيقعدوا في حته واحده، لا يستطيع، ما بيقدر يتحاصر، ما بيستحمل يتحاصر، ما بيعرف يتصرف لما يتحاصر. انت اديته المهله انه يطلع من مدني ويرجع، هسي قجه ده او قجه ده لافي في الجزيره مع زول تورساي زي البيشي، البيشي ده قياده مصنف انه المفروض يخش النار، قاعد في مدني يسوي شنو؟ لانه غالبه يخش النار وغالبه يتحرك يطلع يمشي له حته ثانيه، لكن بيحوم الحاج عبد الله سكر سنار بيجي راجع مدني. الدعم السريع بيحوم، انا اديه الكوبري يحوم بلي. الامداد خليه والاعداد مدني ما كبيره. لكن النقطة استراتيجية هي جزيرة، جزيرة دي مؤمنة ما بتقدر تخش عليها إلا عن طريق حتى أنا أكون عارفها وشايفها. يعني أنا ما بقدر أجيب لي دبابة أخش بها مدني بالمركب، مستحيل. ما بقدر أجيب لي بنطون أخد فيه راجمة، ما مستحيل، يبقى شغلي برا مدني. شغلي برا مدني الدعامة أنا مخلي لهم كوبرين خشوا بيه رفاعة طلعوا بيه حنتوب مرتاحين، أنا عامل الحاجة دي ليه يا كباش؟ أنا داري إجابة. لكن هي صرفة كلام جميل جدا. موضوع الجزيرة ده يا اخوان والله داير صبر بس، لأنه شغل ده شغل مخطط ومدروس، الناس ده عاملين ضغط على المواطن ده كله عشان داير انك انت تقول لأمم المتحدة ان تعال احمينا والجيش بقى ضعيف ما قادر يحمي المواطنين، والناس حمالوك ده شغالين اجتماعات برا عشان يطلبوا انه فصل الصعب يخش لحماية المواطنين، ده كله خطة مدروس عشان الناس دي بلقطوا على المواطن. لكن والله نفس المشهد اللي حصل في الجزيرة دي حصلت في جنان، لو ناس تتذكر يعني النزول الكمية الكتير دي والله صورة مطابقة نفس بتاع الجنان، لكن بس ناس طلعوا وفاتوا جنان هجروا خلوا المكان، يعني ما قالوا الأمم المتحدة تعال أحمينا أو تعال المجتمع الدولي اتدخل. فحس يمان دي في أصوات كتير في الجزيرة طلعت إنه الجيش ما قدر يحمي والجيش ما قادر يحمينا وكلام زي ده. ناس تصبر يا أخوان. والله سراب انت بقيت صوت مزعج جدا للاعلام الحر والتغيير والجنجبيل ديل، وهم ما قادرين انه يردوا بالمنطق، فقط الناس اللي بيهاجموا في شخص وانت مين وكلام زي ده. يعني هسه في كلام كتير جدا عن المقاومه الشعبيه، والجيش زاده متخوف من المقاومه الشعبيه، لكن بس مفترض اي مقاومه شعبيه اخونا الناس المناطق ديل ناس تركب راس بس، لانه الجيش زاده ما عاوز يتحرك، جيش ما عاوز يتحرك وما في اي سبب. جنجبيل ديل منتشرين في يعني بكميات بسيطة جدا، والجيش ده يعني عمل كنترول كل المناطق وعمل حصار، لكن ما قدر يعني ينتشر وينظف الجنجبيل ديل، والجيش قادر انه ينظف الجنجبيل ديل في اي وقت.